ايه الفرق بين القلب والفؤاد؟ ده انا دي موتتني 20 سنه قاعد افكر فيها. اديها لي بقى في المختصر كده. اخيرا ده انا جات لي الفكره دي وانا بحج السنه اللي فاتت. أيوة. بحج السنه اللي فاتت. الف مبروك. قاعد اصل هي الاثنين اتقالوا في ايه واحده. وكان فؤاد ام موسى فارغا لولا ان ربطنا على القلب. فالفؤاد والقلب في ايه واحده. فقعدت افكر طب ايه القلب والفؤاد؟ هل هما حاجه واحده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يعني عن يعني السمع والبصر والفؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لما قال السمع ما قالش الاذن. ولما قال البصر ما قالش العين. ولما قال فؤاد ما قالش القلب. ايوه. اذا وظيفه القلب هي الفؤاد. يعني مشاعري بعضو، ما هو العضو؟ هو القلب. لكن مشاعري هي الفؤاد. فؤاد هو المشاعر. الله يعلم. الله يعلم. دي حسميات يعني. لو حد من رجال الدين يصلح لي. لان ربنا قال ان السمع ما قالش ان الاذن. والبصر ما قالش العين. والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله ما قالش القلب. فيبقى الفؤاد وظيفه القلب. ولذلك حضرتك شوفي الايه بقى، وكان فؤاد ام موسى فارغا. كانت ملهوفة على ابنها. لولا ان ربطنا على القلب، على العضو نفسه بقى، ربطنا عليه فارتاحت. صدق الله العظيم. ده ياخدني مثلا والله اعلم ونعم بالله.